وتعالوا نتعرف على تفاصيل أكثر متعلقة بعودة الدوري المصري من خلال الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة. يا دكتور صباح الفل على حضرتك وكل سنة وانت طيب. صباح الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيبين. وانت بالصحة والسلامة يا فندم. طبعا عشاء الدوري وكل الناس محبين كرة القدم مستنيين اللحظة اللي هيعود فيها الدوري من جديد، فعايزين نعرف من حضرتك ملابسات توقف الدوري مبدئيا لمدة 4 شهور طبعا نتيجة جائحة كورونا، وإيه اللي إن شاء الله هيحصل مع عودة الدوري ابتداء من الغد؟ هو طبعا التوقف ده تم في حاجة خارجة عن الإرادة، كل العالم تأثر بها، اللجنة الطبية مع وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة وضعوا بروتوكول لعودة النشاط الرياضي، حضراتكم كلكم يعني اطلعتوا عليه والناس كلها عرفته ووزعنا على كل النوادي. ابتدينا الشغل تقريبا من 45 يوم تقريبا في ثلاث النوادي العوده للتدريب. ان شاء الله غدا اول مباريات القسم الثاني او الجزء الثاني من الدوري العام، زي ما حضرتك ذكرت دي بدايه بالمباريات المؤجله ثم بعد ذلك المباريات التاليه. بيتم عمل مسحه وعينه لكل اللاعبين والحكام قبل المباراه ب 48 ساعه، وده تم للفرق اللي عندها ماتشات بكره تم بالامس، وفي جدول محطوط لكل المساحات بالنسبه لكل الفرق طبقا لجدول المباريات. يتم سحب العينات قبل المباراه ب 48 ساعه، تظهر النتيجه بعد 24 ساعه، يتم عقد المباراه ان شاء الله في موعدها. بنأكد طبعا على كل الانديه الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، ارتداء الماسكات، استخدام المطهرات، عدم التواجد في الاماكن غير المخصصه، عدم استخدام ادوات مشتركه، فقط اللاعبين والحكام داخل المستطيل الاخضر هم ما بيلبسوش ماسكات، لكن بقيه الناس داخل المستطيل الاخضر بيتم التزامهم بارتداء الماسكات والمسافات الامنه. الاعلاميين ليهم اماكن، الصحافه ليهم اماكن، المصورين ليهم اماكن، الامن والشرطه متواجدين برضو في اماكن وادوار محدده. ان شاء الله بكره تتم اول مباراه وتتم بصوره جيده ان شاء الله. ان شاء الله عوده حميده زي ما بيقولوا، ربنا يستر الحال ان شاء الله. وبنشكر حضرتك يا فندم، نورتنا كل سنه وكل حبايبك واهل بيتك طيبين.